هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأختي المتزوجة؟ دخلهم محدود، عندهم أقساط سيارة، هل يجوز أن أعطيها من زكاتي لتسدد أقساط سيارتها؟ هل تعتبر بهذه الأقساط من الغارمين؟ الجواب عن هذا، إن كانت لديها مقدرة على الوفاء من خلال ما توفره من دخلها أو ما تنتظره من تنضيد وتسهيل بعض أموال عندها، فلا تعد من الغارمين بالمعنى المقصود في باب الزكاة. أما إذا كانت قد أحيط بها فلا فائض من الدخل توجهه للوفاء بدينها ولا مال تنتظره من جهة أخرى، وأصبحت بين مخافتين أن تصادر عليها السيارة أو أن تتراكم عليها الفوائد الربوية نتيجة للتأخير في دفع الأقساط، فعندئذ تغاث من أموال الزكاة من سهم الغارمين.